مساء الخير عليكم جميعا. بصراحة كده أنا متضايق أوي ومصدوم من اللي أنا شفته ده، ردود الأفعال بتاعت الناس أول ما الخبر نزل ده بتاعي. طب أنتوا عرفتوا إيه اللي حصل؟ أو يعني في حد أكد لكم المعلومات دي عشان تطلع تشوه سمعتي كده وتشوه صورتي كده قدام الناس؟ يعني بدل ما تقف معايا وبدل ما تدعمني تعمل كده. باختصار يعني اللي حصل ان انا كنت في كافيه عادي مش في بار، وكنت في كامل وعي مش سكران، وده اللي قالته الحكومة الفرنسية مش انا، وما اعتدتش على حد، وده اللي الحكومة الفرنسية برضو قالته في التحقيقات بتاعتها. ولا كنت مخمور ولا كنت شارب يعني الكحول او كنت سكران، ولا اعتديت على البنت. دي الشرطة الفرنسية اللي قالت كده مش انا، وده انا كنت متاكد منه واثق فيه، لان دي مش اخلاق. انا راجل عايش في اوروبا، يعني معظم وقتي كله عايش في اوروبا، انا ما بقعدش في مصر، انا نص وقتي كله في اوروبا، وعارف القوانين وعارف الدنيا ماشيه ازاي. مستحيل اعمل حاجه زي كده، مستحيل تماما. وحسب الله ونعم الوكيل في كل الناس اللي طلعت اتكلمت فيا وشويت في صورتي. وطبعا مش هنسى الناس اللي دعمتني، الناس اللي وقفت في ظهري، الناس اللي كانت بتدافع عني، دول بجد الناس اصحاب المواقف بجد. وطبعا بشكر الموقف المصري او الدور المصري معايا في مشكلتي. معالي السفير ما سابنيش من اول المشكله بصراحه، معالي الوزير دكتور اشرف صبحي، رئيس اللجنه المنبه المهندس ياسر ادريس، دكتور وليد الملاح، دكتور هيثم الملاح، دكتور محمد الكردي، ناس بصراحة ما سابتنيش لحظة لحد ما طلعت. والحمد لله الشرطة الفرنسية أثبتت براءتي، اللي أنا بريء من كل الاتهامات اللي البنت ادعيتها عليا. وأنا حاليا كمان ساعتين راجع مصر، وبشكر تاني برضو الناس اللي دفعت عني، وبشكر الناس اللي كانت واثقة فيا. وإن شاء الله أشوفكم على خير، وشكرا لكم جميعا.